سنين متعدده، وبطريقه سلميه كانوا كيطالبوا باش انهم يتحقق لهم مجموعه من المطالب، خصوصا انهم شافوا راسهم من بعد معاناه انهم حياتهم كامله وهما تيجاهدوا وتيناضلوا باش يجيبوا احسن نقط باش يلتحقوا بكليه الطب. وانتم عارفين بان الطالب ديال كليه الطب هو من الفئه النخبه ديال الطلبه ديال البكالوريا. ملي يلتحقوا بكليه الطب كيجيو تيلقاو بانهم كاين مجموعه ديال المشاكل، ديما تيعاني وديما تيطالبوا ما كاينش تحقيق الطلبات ديالهم. ولكن الخطر الكبير اللي ولا دابا حاليا وهو انهم تيتصدموا ببرجوازيه التعليم. فاكولتي تحلات اللي هي فاكولتي بريفي، الناس اللي كانوا فيها ناس ما كانش عندهم المستوى ديالهم. حنا ماشي ضد الطلبه البريفي ولا الطلبه انهم يوصلوا، حنا ضد اننا من بعد نجيو ونقولوا باللي هادوك نعطيوهم فرص اكثر من ولادنا. باقيين عندهم مشكل دغي زيدانه، باقي بروبليم ديال انترنا، وباقي السيستم اللي عايشين فيه ديال التنقيط، وباقي عندهم اكتظاظ في التدريب التدريب ديالهم في المستشفيات، وباقي عندهم مجموعه ديال المشاكل. ودابا كنتصدموا بانهم ما عاطينهم لا حقوق لا طلبات لا والو، وتيقولوا لهم اجيو دوزوا امتحان. وحاليا كاين بويكوت ديال الامتحان لان اصلا هما ما دخلوش للدروس، يعني ما كانوش دروس، هذه مقاطعه لمده شهرين وهم مقاطعين الدروس ومقاطعين السطاجات ديالهم وكل شيء. ما يمكنش يجيو دوزوا امتحان هما دابا تيتحقوا المطالب غير يرجعوا يقراوا غير يرجعوا يدوزوا امتحانات ديالهم عاد. الوقفه ديالنا اليوم الوقفه ديالنا من اجل المسانده والتضامن مع الابناء ديالنا، لاننا كنبان باننا حق من الحقوق ديالهم كيتهضم، لان التعليم حق دستوري، وبان هاد الوليدات راهم ولجوا للمباراه ديال كليه الطب. والامور يعني ما كنظنش بانهم غادي في واحد الاتجاه اللي هو خاطئ. فلهذا كناشدوا المسؤولين بانهم يجلسوا معاهم ويتحاوروا معاهم وحلوا معاهم المشاكل، هما ما كيطالبوش بشي حاجه اللي هي خارجه على القانون. حنا كنمثلوا هنايا ابناء ديالنا طلبه ديال كليه الطب، وحنا متضامنين معاهم وحنا متحدين معاهم وحنا كنساندوهم. اولادنا على صواب واولادنا على حق، وما حد المطالب ديالها ما تنفذاتش، راه حنا غنبقاو واقفين مع اولادنا اللي بغاو وقت ما جهد ما بغاو حنا واقفين معاهم. حنا ما خايفينش من سنه بيضاء وما عمرها بغات تخلعنا سنه بيضاء. Thank you.